السلام عليكم، معكم هارون الفيقي من شكاك الجوف السعودية. صراحة كنت متخوف قبل لا أجي كيرلا لأنها جت عليهم فيضانات والخطوط تقفلت والخطوط صارت يعني مثل ما تقول بها خرابات شوي، ولكن جيت ما شفت أي اللي قالوا لي فيه، بس ما في شيء يذكر يعني قليل شيء قليل، وجاهزين يصلحونه ويعني لمدة 5 شهور 6 شهور يمكن يقضون عليها كل شيء، يعني يخلصون على الأمور هذه كلها. ولكن صراحة بكيرلا تحديدا بمنار والله أجمل الأجواء شفتها على كثر سفراتي، وبمنتجع فوق ذا فوق هذا المنتجع صراحة من أجمل الإطلالات اللي شفتها بحياتي، والطاقم الفني من أجمل ما يكون، خدمات، نظافة، ابتسامة، كل شيء، بالإنسان الحسن تلقونه بالموظفين الموجودين بمنتجع فوق. والسلام عليكم ورحمة الله.